مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم استشارات قانونية. في حلقة اليوم ولمدة ساعة سوف نناقش على موضوع أهم التعديلات على منع الحصول على المساعدات الاجتماعية للمقيمين، وسوف نفهم تفاصيل هذا الموضوع مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ عاطف المركبي، ومحامي ومستشار قانوني. أهلا وسهلا بكل أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام الموجودة على الشاشة، وأيضا متابعينا على صفحة الحوار على الفيسبوك. وأهلا بك أستاذ عاطف، نرحب بك. العنوان يبدو غريب نوعا ما، منع الحصول على المساعدات الاجتماعية أو التعديل لمنع الحصول على المساعدات الاجتماعية للمقيمين، من هي الفئة المقصود بها بالمقيمين؟ معظم التأشيرات أو الإقامات اللي بيحصل عليها الأزواج خارج الطريق الخمس سنين اللي هو طريق العشر سنوات، أو الآباء لو حد عنده طفل إنجليزي، في الغالب بيخضعوا لطريق عشر سنوات للحصول على الإقامة الدائمة. ومن كل إقامة في بريطانيا لها عدة شروط، من أهم الشروط هو عدم الحصول على إعانات من الدولة، اللي هو no recourse to public funds، أو عدم طبعاً بيحصلوا على البنفيت والمساعدة بكل أشكالها. بالضبط، اللي هو الحصول على الهاوسينج بنفيت، الجوب سيكرز ألاونس، كل أنواع الويلفير، الإنكم سبورت، كل أنواع الإعانات أو الإعانات من الحكومة الإنجليزية. تمام. بالنسبة للناس اللي يخضعوا لطريق العشر سنين، لو قدروا يثبتوا إن هم عندهم ضائقة مالية أو إن هم غير قادرين على المعيشة في بريطانيا، من حقهم دلوقتي أن يقدموا بطلب لتعديل لإزالة أو لتغيير الشرط أنه يتشال أو أنه هو يتم إزالته من الإقامة. تمام، إذن هو هذا المقصود به، بعد ما كان مشدد يمنع تماما من أخذ أي دعم، الآن في إمكانية على حسب ظروفهم وأوضاعهم أو المتغيرات التي تحدث لهم. في ثلاث حالات ممكن أشرحها باستفاضة يعني، ولكن الموضوع ده يهم الناس اللي أوريدي حصلت على الإقامة. الإقامة طبعا بتبقى في شكل كارت، اللي هو الكارت البلاستيك اللي هو بتاع كارت الإقامة، اللي هو البيومتريك ريزيدنس بيرميت. لو أي حد معاه الكارت ده بيقدر يشوف في خلف الكارت، في الوش الثاني من الكارت، يبقى فيه conditions. الconditions ده الشروط، والشرط المشهور اللي هو عدم الحصول على إعانات من الدولة. فبيتقدم الشخص المهتم بطلب إلى الهوم أوفيس، وزارة الداخلية، مكتب التأشيرات. وبيظهر إن هو عنده حالة من الثلاثة. الحالة الأولى إن هو destitute، يعني غير قادر على المعيشة، أو عنده financial hardship بشكل كبير، ظروف قاسية، يعني هو أصبح محتاج لإعانة. الحالة الثانية لو عنده أسباب قهرية من أي نوع يقدر يشرحها، مرضية مثلاً، أسباب مرضية، إعاقات أو بيهتم مثلاً أو بيرعى أحد أفراد أسرته فبتخليه غير قادر على العمل. الحالة الثالثة وهي discretionary، يعني بتخضع للسلطة التقديرية لصانع القرار في مكتب الهوم أوفيس، هم اللي بيقدروا طبعا الحالة بعد دراسة مستفيضة، وبالتالي سوف يعني يعطوا النتائج أو الإجابة عليها الإجابة يس. الحالة الثالثة هي exceptional circumstances أو compelling circumstances، لو قدر يثبت الطالب أو المتقدم إن هو عنده ظروف استثنائية بتجبر أو يعني بتستوفي إن الهوم أوفيس يمارس السلطة التقديرية في تعديل الإقامة. نعم. في طبعاً طلب، بس حبيت أرجع مرة أخرى بس للتوضيح، الذين لديهم الكارت كما ذكرت الموجودة بها المرفقة بها كل المعلومات، هي الفئة، من هي الفئة بالتحديد؟ أوكي. بالتحديد هم ثلاث أو أربع فئات، زوج المواطن أو المواطنة الإنجليزية، الأزواج، أزواج المواطنين الإنجليز، تمام، الذين لم يتمكنوا من استيفاء شروط الخمس سنوات،
وأشهر مثال اللي هو كان عنده إقامة سياحة وحولها إلى إقامة زوج. قانون في الغالب يتطلب أن الناس دي ترجع وتقدم من بلدها، لأن لا يجب يعني لا يجوز تحويل إقامة السياحة إلى إقامة زوج. نعم. أو الناس اللي هي كانت كسر إقامة ما عندهاش إقامة صالحة أو سارية. أيوة. الفئة الثانية هو الآباء، لو الطالب عنده ابن أو بنت إنجليز. والفئة الثالثة هي خارج القواعد، الناس اللي حصلت على إقامات 10 سنوات بشكل خارج القواعد outside the rules. أيوة. والفئة الرابعة اللي ممكن نضيفها هم الناس اللي كملوا 20 سنة في بريطانيا بشكل غير شرعي، اللي هو long residence، اللي هو الإقامة الإقامة الدائمة تحت المادة 276. نعم. من قانون الإميجريشن. دولت برضو بيبقى عندهم شرط بيمنع عدم الحصول على البنفس، فيمكن دولت هم أكثر الفئات المستهدفة. يس. الأربع فئات. يس. نعم. إلا إذا كما ذكرت استجدت عليهم ظروف معينة أو أمور قاسية خارجة عن الإرادة، وده كان شيء منطقي لو الهوم أوفيس هيخليهم يخضعوا إلى طريق أطول للحصول على الإقامة الدائمة، من المنطق ان هو ان الناس دي تقدر تاخد على يعني تقدم على مساعدات من الدوله لو يستحقوا. فده اعتقد كان تعديل منطقي وبنرحب بيه طبعا، وناس كتيره هتبقى يعني مبسوطه، لان اصبحت الحياه في بريطانيا صعبه يعني هذا يمكن القانون يعطي مرونه اكثر نوعا ما لهؤلاء الفئات التي تحدثت عنها. مرة أخرى بس نذكر بهذا التعديل، هل هو حدث ومتى حدث ومتى ممكن أن يطبق أو هو طبق فعليا؟ تم يعني التعديل كان من حوالي شهور، ولكن كان موجود عن طريق الابليكيشن اللي بتعمل لأول مرة أو الطلب. كان يمكن من المحامي أو المتقدم أنه يطلب من الهوم أوفيس أن الإقامة تصدر بدون هذا الشرط. أيوة. وده كان بيرجع للهوم أوفيس. أحياناً بيبقى فيه توصيات أو توجيه من جهات حكومية في بريطانيا، مثل السوشيال سيرفيس لو في أطفال مثلاً، يعني الابليكيشن بيتعلق بأطفال، والسوشيال سيرفيس اللي هي يعني الجهات الاجتماعية اللي بترعى الأطفال، بترعى أو الكونسل الحي أو أي جهة حكومية أخرى كانت بتقدر تعمل توصية، أو الـ NHS اللي هي التأمين الصحي بتعمل توصية، وبنضيف التوصية دي مع الأبليكيشن اللي بيتعمل. تمام. فده كان طريق، ولكن الموضوع كان بيتم بشكل أد هوك، يعني بشكل غير واضح وغير مكتوب. ولكن كرد فعل من الهوم أوفيس لزيادة الطلبات وأن الموضوع أصبح relevant، ويعني فتم تقنينه في شكل طلب واتنشر على موقع الهوم أوفيس، أي حد تمام. يقدر يحصل عليه، يكون واضح أكثر، وكتبوا المعيار أو اللي هي الشروط، الثلاث شروط، إيه هي الحالات. نعم. وإيه هي الأوراق اللي مطلوبة فالموضوع. والنقطة الثانية إن يمكن التعديل بعد الحصول على الإقامة كمان، مش بس وانت بتعملي الطلب، لو صدر لك إقامة من 3 أو 4 سنين نعتبره نوع من التسهيل والمرونة. طبعا هو رد فعل جيد، والهوم أوفيس استجابة من وزارة الداخلية لطلبات. نعم. الناس يليت تعطينا أستاذ عاطف بعض الأمثلة المرتبطة بهذا القانون حتى تكون صورة توضيحية للي بيتابعنا يعرف نتحدث عن من هذه الفئة، وهذه الأمثلة قد تسهل عملية إدراك مثال. هذا التعديل أو أوكي. نعم. مثال مثلا مواطن من كولومبيا جه بريطانيا وزوجته إنجليزية، وكان عنده إقامة أو تأشيرة سياحة. أيوة. وفي نهاية تأشيرته ما قدرش أنه يرجع بلده، الزوجة ما كانتش بتقبض أو بتحصل على الراتب الكافي أن هي تدخله تحت طريق ال5 سنوات، فاضطر يعمل وكان في طفل، اضطر يعمل الابليكيشن من جوه بريطانيا. فالهوم أوفيس وافق على الابليكيشن بشكل استثنائي. أيوة. ولكن حط المتقدم على طريق ال10 سنوات، فحصل على 2.5 سنين، تجدد 3 مرات، يعني حتى تصل العشر سنوات، 4 مرات لغاية ما يكمل ال10 سنوات. وبعد فترة هو أصيب بحالة مرضية أو
غير قادر عن العمل ومحتاج ان هو يقدم على البنفيت. طبعا البنفيت ما بتشملش التامين الصحي. التامين الصحي عشان اوضح او العلاج في بريطانيا ده مش اعانه، ده حق لاي مقيم. ولكن اقصد بالمساعدات من الدوله هي زي ما حضرتك قلتي الانكم سبورت، الدعم الدخل، الهاوسنج بنفيتس، المساعدات لدفع الايجار او الحصول على منزل من الدوله، الجوب سيكرز الاونس اللي هي منحه الحصول، كمان التشايلد تاكس كريديت. التشايلد تاكس كريديت مش يعني مش عارف تدخل هي داخله فيها. طبعا اي بنفيتس يس، والكريديت تاكس كريديت، تاكس كريديت، تشايلد بنفيتس. فده مثال. بعد ما حصل على الاقامه يقدر ان هو يرجع للهوم اوفيس ويغيروا له الكارت، يعدلوا له كارت الاقامه. يعني هذا فعلا تعديل مهم جدا. يس، ودي من مزايا الكارت. لو اقامته كانت على باسبور كان بشكل استيكر، نعم، هيضطر ان هم يكنسلوا الاستيكر ويلغوه ويشطبوا عليه ويطلعوا استيكر جديد في الباسبور. ولكن ميزه الكارت اللي هو البيومتريكس انه ممكن يتم انه يتقطع واصدار كارت جديد من على الكمبيوتر، بس تعديل خانه الشروط الكونديشنز. تمام. متى يطبق او هو طبق اوريدي؟ طبق اوريدي. منذ متى؟ من حوالي 7 أو 8 شهور. سبع ثمان شهور. تمام. وفي ابلكيشن واضح دلوقتي منشور على موقع وزارة الداخلية. موجود باسم اي تعديل او ازاله شرط ريكويست تو ريموف ذا نو ريكورس تو بابليك فاند كونديشن. تمام. Request to remove the no recourse to public fund condition. للذين قد يكون يعني غير مفهوم لديهم أو غير واضح هذا الأمر، قد يساعدهم الاتجاه نحو هذا الموقع. اللي يقدر يثبت إن هو حالة من الثلاث حالات بتنطبق عليه، هو يثبت إن هو destitute أو إن هو عنده compelling reasons أو إن عنده exceptional circumstances. أيوة تمام. ناخذ اتصال. معنا سليم من لندن، اهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك. لو سمحتي بس ممكن نسال الاستاذ عاطف لو سمحتي؟ بالتاكيد. نساله عن بس الجواز، اذا طفل مولود في بريطانيا وحاصل على الجنسيه البريطانيه، هل في اي اشكاليه انه الطفل ما يقدم على الجواز، وكم المده؟ يعني ممكن انه مثلا يكون هو حاصل على الجنسيه لكن مش مقدم على الجواز، ولما الاهل يفكروا انه يطالعون له جواز، كم مده هذا الجواز؟ هاو ذا فاليديشن فور ذا بريتش باسبورت للطفل. وفي عندي سؤال اخر من بعد اذنك لو سمحت. تفضل. طيب هحاول بس الخص السؤال الاول لو انا فهمته. نعم. لو انا سمعتك كويس استاذ سليم، طفل مولود في بريطانيا؟ لا، مولود في بريطانيا. مولود في بريطانيا، وايه الوضع بتاع الاب والام؟ يعني ايه الاميجريشن ستيتس بتاع الاب والام؟ هم حاصلين على الجنسيه البريطانيه. عندهم الجنسيه عفوا، لا اللي ما قبلها، الاقامه الدائمه. اوكي. الاقامه الدائمه. طبعا اوكي، لو الطفل اتولد في بريطانيا ويوم ميلاده احد الابوين عنده الاقامه الدائمه والطفل اتولد في الاراضي البريطانيه، في الحالة دي هو أوتوماتيكلي إنجليزي ويقدر بشهادة ميلاده إن هو يطلع باسبور من الـ Her Majesty Passport Office، وده بيسموه First Time Child Passport، وتكلفته حوالي 59 جنيه استرليني أو يعني حوالي 60 جنيه استرليني. ولو الطفل مولود في بريطانيا الباسبور أو الجواز السفر الإنجليزي بيصدر خلال من 20 يوم لشهر ونص. الإجراءات سهلة جدا لأنه مولود في بريطانيا، يجب بس إثبات أو إرفاق مستندات تثبت حالة الإقامة للأب أو الأم عند الميلاد. واضح. كم مدة الجواز هذا؟ كم مدة الجواز؟ هل هو 10 سنوات أم 5 سنوات؟ كم مدة الصلاحية للجواز؟ صلاحية الجواز للأطفال أنا مش متذكر بشكل دقيق، بس حوالي 5 سنوات. بتبقى طبعا
اقل من الادلت او اللي هو فوق ال 18. بس ممكن اراجع الرولز واكد عليك لو تبعت لنا ايميل اقول لك بالظبط. وانس ان انا بس هو بيكون موجود في الموقع ايضا طبعا موقع gov.uk بس ممكن اتاكد منها كل المعلومات موجوده. لا ادري سليم، الاخ سليم عندك سؤال ثاني؟ بس سؤال اخر، في حال حصول احد الزوجين على الاقامه الدائمه ومن بعد الاقامه الدائمه حصوله على الجنسيه، لما المواطن لما الشخص الاول يحصل على الجنسيه البريطانيه، ما هو وضع الشريك بعد تقديمه على الاقامه الدائمه؟ هل يجب ان ينتظر مده عام لحتى يكون كواليفايد ويقدم على الجنسيه، ام في حال حصول احد الشريكين على الجنسيه البريطانيه لا يجب عليه الانتظار ويقدم مباشره وياخذ الجنسيه البريطانيه مباشره بعد الدائمه؟ وشكرا. شكرا لك سليم. واضح واضح السؤال، بس هو سؤال متشعب جدا. نعم احاول طبعا اجاوبه باختصار على قد ما اقدر، ولكن ده حصول البارتنر او الشريك او الزوج او الزوجه على الباسبور او على الجنسيه، لو الزوج الاخر اكتسب الجنسيه ده يعني بيحددوا عوامل كثيره. اول حاجه اي قانون هم دخلوا عليه، هل القانون اللي قبل 9 جولاي 2012 ولا بعد 9 جولاي؟ تمام. قبل 9 جولاي كان القوانين مختلفة، كان طريق الإقامة الدائمة سنتين لو زوج أو زوجة مواطنة إنجليزية، وفي الغالب إحنا في 2018 فإحنا معظم الحالات دلوقتي بعد 9 جولاي 2012. المهم إن الزوج أو الزوجة يكمل 5 سنوات علشان يحصلوا على الإقامة الدائمة. لو يعني هاف واي ثرو ات او في النص او عند بعد 4 سنوات الزوج الاخر اللي هو كان عنده اقامه دائمه اكتسب الجنسيه، لازم الزوج او الزوجه اللي لسه معاه اقامه مؤقته لازم يكمل 5 سنوات عشان يقدر يقدم على الاقامه الدائمه. الطريق ما بيقصرش، طريق الحصول على الإقامة الدائمة ما بيقصرش، يعني ما بيختصرش في أقل من 5 سنوات. نعم. لو الزوج أخذ الإقامة أخذ الجنسية. تمام. ولكن بعد الحصول على الإقامة الدائمة، عشان أجاوب على سؤال الأستاذ سليم، لا يشترط الانتظار لمدة سنة، اللي هي السنة رقم 6 لو الزوج إنجليزي. تمام. يكفي أن أول ما الحصول على الإقامة الدائمة تقدر الزوجة تقدم أو الزوج يقدم على الحصول على التجنيس أو الناتشوراليزيشن، الإقامة الجنسية البريطانية بعدها بيوم. تمام، يعني واضحة ستريت فورورد. شرط الحصول، شرط الانتظار سنة بينطبق فقط على الناس اللي على طريق ايكونوميك مايجريشن أو مش متجوز إنجليزي أو إنجليزية. تمام، هذه هي الشروط. احنا طبعا في نتمنى اي اسئله بتفاصيل معينه حاب يتواصل فيها معك الاخ سليم، الارقام موجوده وايضا موقع على الانترنت موقعكم طبعا good advice UK موجوده على الشاشه، والارقام تواصل معك استاذ عاطف في اي استفسارات اخرى فيها تفاصيل أكثر. عودة لموضوع اللي هي كيفية تعديل الحصول، تحدثنا عن الشروط، هل هذه الشروط التي ذكرتها لابد إثباتها بأدلة؟ ما هي هذه الإثباتات لتكون داعمة لهذا التعديل؟ الابليكيشن فورم أو الطلب والتوضيحات النشرات الهوم أوفيس طبعاً قدمت أمثلة إيه هي الأوراق ممكن تكون مطلوبة. طبعا الأساسي تقديم الباسبور، تقديم البي آر بي اللي هو البيومتريك ريزيدنس بيرميت، وتقديم خطاب يشرح ليه الطلب ده بيتعمل. أيوة. وتدعيمه بالمستندات. المستندات ممكن تكون جواب من مصلحة الضرائب بيؤكد وضع الشخص بيعمل ولا لأ، خطاب من ريكومنديشن من السوشيال سيرفيس او من التامين الصحي،
خطاب من الطبيب، من الطبيب ممكن التأمين الصحي دواء المستشفى أو الطبيب، ممكن شهادات يعني شهادات ميلاد تثبت عدد الأطفال، لو في الأطفال عندهم حالة صحية أو بيحتاجين بيخضعوا إلى علاج. ما فيش يعني لستة واضحة، ولكن كل هذه بتساعد طبعا. الهدف هو إثبات أن الشخص في ضائقة مالية وما عندوش دخل، وأعتقد الهوم أوفيس عنده الميكانيزم أو عنده الإمكانية الإمكانية أنه يعمل بحث على التأمينات الاجتماعية والضرائب ويعرف الشخص ده بيعمل ولا لا يعمل، متقصي يعني طبعا أكيد. طيب لا أدري، هذا الابليكيشن يحتاج إلى محامي، إلى دعم؟ هو ابليكيشن سهل جدا. يمكن أنا أنصح الناس أن هي تعمل يمكن جلسة استشارة بسيطة لمعرفة إيه هي الأوراق اللي ممكن يقدموها، ولكن نظرا لطبيعة الابليكيشن أن شخص عنده ضائقة مالية فمش هيقدر في الغالب يعني في أغلب الأحيان هو يتكفل بمصاريف محامي علشان يعمل ده، فيمكن جلسة نص ساعة مع محامي متخصص تبقى كفاية نوضح لهم إزاي يعملوا الابليكيشن. ولكن الابليكيشن سهل جدا وما فيش مصاريف، ما فيش مصاريف للهوم أوفيس، فالابليكيشن طلب مجانا. مجاني. طيب احنا استاذ عاطف راح ناخذ فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، متابعينا على الحوار على صفحه الفيسبوك، فاصل قصير، ومن ثم ايضا لدينا نقاط عديده نتحدث عنها وقوانين جديده وتصريحات وتعديلات، لكن انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير. حياكم مجددا مشاهدينا الكرام، لدينا هذه مواضيع عديدة نتحدث فيها خلال هذه إن شاء الله النصف ساعة من استشارات قانونية، ومعنا ضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ عاطف المركبي محامي ومستشار القانوني. أهلا بكل أسئلتكم استفساراتكم على الأرقام الموجودة على الشاشة وأيضا على صفحتنا الحوار على الفيسبوك. نرحب بكل متابعينا وأيضا على الإيميل البرنامج legal@alhawar.tv، نرحب بكل الاستفسارات. أستاذ عاطف، تحدثنا في بداية الساعة الأولى نصف الساعة الأولى عن أهم التعديلات، كيفية التعديل، منع الحصول على المساعدات الاجتماعية للمقيمين، تحدث عن الشروط وعن مرونة هذا القانون، وطبعا هذه تعتبر انفراج لكل من يعني يبحث عن الإقامة في بريطانيا، قانون 10 سنوات بالتحديد للمقيمين. نريد في أيضا نسلط الضوء في خلال هذه الدقائق على آخر الأخبار التي ننتظرها أو ينتظرها المواطنين الأوروبيين في ترقب، خصوصا في شهر مارس 2019 وأيضا 2021 جون. هناك العديد من القوانين المعدلة بعد انفصال بريطانيا من أوروبا، ياريت تحدثنا عنها. طبعا الموضوع ده بيهم كل مواطن أوروبي عايش برا بريطانيا، عايش جوه بريطانيا، والمواطن الأوروبي اللي بيفكر يجي من برا بريطانيا في الشهور أو الأيام الجاية. تمام. زي يعني يمكن زي ما غطينا في حلقات قبل كده إن المواطن الأوروبي اللي بيعيش في بريطانيا غير مجبر إن هو يقدم على وثيقة تثبت حقه في الإقامة، ولكن هي اختيارية إنه لو كمل 5 سنوات إن يقدم على بطاقة زرقاء أو اللي هي البلو كارد أو الريجستريشن سيرتيفيكت تثبت حقه إن هو كمل الخمس سنوات
ومارس حقه في المعاهدة الأوروبية. نعم. كعامل كان بيعمل أو كسيلف امبلويد أو كستودنت أو كسيلف سفيشنت، وبيأكد يعني بيطلب من الهوم أوفيس أنه يأكد على حقه في الإقامة الدائمة. المواطن الأوروبي اللي ما كملش 5 سنوات من حقه أنه يقدم على بطاقة زرقاء اللي هي البلو كارد ريجستريشن سيرتيفيكت، تثبت بس أنه هو بيعمل في بريطانيا ومش شرط يكون كمل 5 سنوات. بعد الريفرندوم طبعا بتاع 2016 ناس كثيرة جدا من أوروبا عنده مصالح وعنده أشغال وعنده أسرة وعنده عقارات في بريطانيا، نعم. لقى نفسه في وضع غير واضح، فكانت النصيحة أن يعني يسارع بالتقديم على البطاقة الزرقاء أو اللي هي الإقامة الدائمة لو كان كمل 5 سنوات، والناس اللي لسه ما كملوش 5 سنوات يقدموا على بطاقة زرقاء تثبت أن هم موجودين في بريطانيا. نعم. مسجلين. يس. طبعا أسئلة كتيرة، والموضوع خلال السنتين اللي فات كان موضوع شيق وفي تغييرات كتيرة، وكان في عدم وضوح أكتر. من آخر التعديلات يمكن اللي تهم الناس إن هيحصل أبليكيشن أو في أبليكيشن الهوم أوفيس بيشغل عليه، الأبليكيشن ده هيبقى موجود أونلاين وهيبقى موجود على الهواتف الذكية. الأبليكيشن ده بتقدر عن طريقه تقدم على الإقامة الدائمة. تمام. وهيبقى فيه نوعين من الناس، نوع اللي هو already حصل على البطاقة الزرقاء، أيوة، هيضطر ان هو يقدم تاني، ولكن مش هيبقى فيه نفس العبء المستندي او مش هيقدم نفس المستند، ومش هيبقى فيه عبء يعني هتبقى streamlined، هيقدم بس summary او هيقدم موجز عن ازاي هو عاش في بريطانيا لمدة 5 سنوات ويشتغل ازاي، ويمكن مستندات بسيطة، ويقدم صورة من البطاقة الزرقاء لهم، ومش هيدفع مصاريف الهوم اوفيس مرة تانية. تمام. الهوم اوفيس هيأكد ويصدر له إقامة دائمة حسب السيستم الجديد. الناس اللي هي ما كملتش 5 سنوات أو ما قدمش على الإقامة الدائمة قبل مارس 2019 يقدر برضو يقدم عليها، ولا هيضطر يدفع مصاريف الابليكيشن، ولكن هيستخدم الابليكيشن الجديد أو هيستخدم طريق الطلب الجديد. أيوة. المعلومات المتاحة عندنا أن الطلب هيبقى بسيط جدا، سهل قرايته، و مصنوع للرجل المعتاد، مش هيبقى فني جدا او مش نعم. هيبقى طويل، مش هيبقى مثلا زي الابليكيشن الحالي حوالي 60-70 صفحه. تمام. هيبقى اسهل التعامل معاه. بالنسبه للفئات الجديده التي دخلت، يعني الفئات فقط الجديده ما هيبقى معاهم لغايه، وده يمكن التاريخ الثاني المهم هو جون 2021، هيبقى معاهم لغايه شهر 6 30/6/2021 ان هو يحصل على مستند. أيوة. يثبت اقامته في بريطانيا ويحصل على الاقامه، يعني هذه كمان اعطاء فرصه بالنسبه طبعاً لهم بتمديد هذه حوالي سنتين. نعم. وثلاث شهور بعد 29 مارس. نعم. 2019. طيب نصيحتك أستاذ عاطف للمواطنين الأوروبيين، ما هي النصيحة المثلى في هذه الحالة؟ يحدد هدفه، لو الشخص المواطن الأوروبي عاوز يحصل على الجنسية أو الباسبور الإنجليزي. أيوة. أو يتجنس يبقى من رعية أو يبقى مواطن إنجليزي، طبعا يقدم حاليا لأن الابليكيشن ما بياخدش وقت طويل، حوالي شهرين أو 2.5 شهر، غير مضطر أنه يترك الجواز السفر مع الهوم أوفيس خلال 2 أو 2.5 شهر. نعم. طبعاً الهوم أوفيس بيقول أن من حقهم ياخدوا 6 شهور للنظر في طلبات الإقامة الدائمة، ولكن اللي ناوي يقدم على الباسبور الإنجليزي أو الجنسية يفضل أنه يقدم على الإقامة الدائمة دلوقتي ويقدم على الباسبور الإنجليزي بصرف النظر. نعم. عن التعديلات اللي جاية، لأن وانس أنه هو أول ما هو أصبح. نعم. إنجليزي أي تعديلات هدية تحصل مش تطبق عليه. أكيد. هل يستطيع أن يحتفظ بجنسيته الأوروبية الأخرى في هذا الحالة؟ بشكل عام أيوة، بريطانيا ما عندهاش مشكلة أن المواطن الأوروبي يبقى عنده جنسية تانية أو تالتة، ولكن يجب التأكد مع دولته الأصل أو دولته. تمام. الأم مثل ألمانيا أو فرنسا أو بلغاريا أو رومانيا. أيوة. هل عندهم مشاكل أن يبقى في جنسية أخرى؟ معظم الدول في أوروبا بتسمح. طبعا ما اقدرش ان انا ادي نصيحه كامله. أكيد. عن القانون في. نعم. في كل دوله، ولكن التأكد هو ممكن يتاكد من السفاره الدولة. من القنصليه. نعم. دولته في بريطانيا. تمام. او عن طريق محامي في دولته الام. تمام. ولكن في الغالب ممكن حتى الدول الصعبه زي المانيا اللي كانت بتمنع الحصول على جنسيه اخرى
حاليا هم يعني اصبحوا اكثر مرونه وانفتاح اكثر مرونه بالضبط على الحصول او على جنسيات اخرى. لا ادري يعني التطبيق ذكرت عن الابلكيشن فورم او تقديم الطلبات موجوده هي الان متوفره؟ الطلبات موجوده, موجودة. وبالمناسبه تم تحديثها قريب بالذات صحيح. طلب الاقامه الدائمه موجود على الموقع, موجود على موقع وزاره الداخليه الهوم اوفيس gov.uk وتم تحديث هل في اسم معين gov.uk الطلب نفسه الاوروبيين permanent residence. طبعا انا صعب ان انا اقول اسم الطلب بالتحديد نعم. علشان ما تبقاش legal advice والناس لو عملت application غلط طبعا. ولكن هو الطلب permanent residence الاقامه الدائمه تمام. هذا كل شيء ما يخص المواطنين الاوروبيين يمكن ده التحديث اللي يهمهم. يعني بشكل مختصر هم غير مضطرين ان هم يقدموا حاليا على اقامه دائمه اكسبت او الا اللي هو ناوي يقدم على الباسبور الانجليزي. طبعا من الافضل يقدم على الباسبور الانجليزي لان مصاريف الطلب بتغلى كل فتره بالتاكيد. في خوف دائما وقلق من الجدد الذين انتقلوا مؤخرا من اوروبا الى بريطانيا. اي حد دخل بريطانيا من اوروبا قبل 29 مارس 2019 هيبقى في أمان. في أمان. يس في أمان. وبرضو لغاية دلوقتي ما عندناش أجندة واضحة أو ما عندناش. لكن بعد ذلك هيكون وضعه. الوضع غير معروف. ولكن مش هيتم منع كامل يعني, ولكن هيتم إضافة شروط نعم. أكثر على. هل يعني أوروبا أيضا وضعت شروط معينة ضد المواطنين البريطانيين؟ البريطانيين هل لديكم اي معرفه؟ هيبقى في اتفاقيات ثنائيه ما بين كل دوله وبريطانيا. وانس ان بريطانيا خرجت من الاتحاد الاوروبي من حقها ان هي تبرم معاهده بشكل ثنائي مع كل دوله بالتأكيد. هي بطرقة ان مواطنيها هيفيدوها والدوله دي بطرقة ان المواطن الانجليزي هيفيدها او ولكن لغايه دلوقتي لسه ما فيش حاجه معلنه. ولكن اعتقد ان بريطانيا هيبقى مصلحتها ان هي تبرم اتفاقيات ثنائيه مع الدول الكبرى في اوروبا زي المانيا وفرنسا ودول النرويج والدنمارك والسويد والسويد نعم. نعم. ولكن ويمكن بعض الدول في اوروبا الشرقيه اللي مهتمه بالعماله منها واتفاقات التجاره معاها نعم. ولكن يبقى الموضوع لسه في 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 حيز التكهنات نعم. لان في هناك ايضا مخاوف من ان يكون هناك منع او اخذ تاشيره للذهاب الى اوروبا بعد ما كانت طبعا او ما زالت هي ده رايي انه هيبقى مستحيل ممكن تبقى كما هي طبعا مفتوحة. ان المواطن الانجليزي يزور نعم. اوروبا استحاله ان هم يطلبوا منه تاشيره. وبرضو المواطن الاوروبي اللي هيبقى جاي بريطانيا بغرض السياحه في رايي ده هيبقى مستحيل, هيبقى نعم. يعني ضرب من الخيال أكيد. انه يطلبوا ان هو يقدم على تاشيره سياحه طيب. ولكن لو هيعمل اكيد هيبقى في اليات معينه محدده وهتبقى برضو الرولز هتبقى ريلاكست مش هتبقى أكثر صعبه زي الناس اللي من خارج اوروبا نعم. طيب هذا كل ما يخص المواطنين الاوروبيين واخر الاخبار طبعا بما يخصهم في القوانين القادمه في 2019 مارس وكما ذكرت 6 في شهر 6 جون 2021. نتحدث ننتقل الان الى قانون صدر وهو قانون إيجابي جدا وهو فعلا قد يكون مفيد لأنه بما يخص تصريح العمل من خارج بريطانيا أصدرته وزارة الداخلية إعطاء فرصة لفئة معينة لتعمل داخل بريطانيا. من هي هذه الفئة وكيف أو أشرح لنا هذا القانون؟ أوكي حضرتك بتقصدي الأطباء اللي بيجوا بريطانيا يشتغلوا في التأمين الصحي الـ NHS National Health Service حاليا دول بيخضعوا لإقامة اسمها Tier 2 General أو اللي هي Tier 2 اللي هي الفئة 2 من تصريح العمل تمام. General بشكل عام. الهوم أوفيس بيضع أو حاليا في حد أقصى لعدد التأشيرات اللي بتصدر كل عام يعني في كوتا معينة ودي حوالي 23 ألف تأشيرة في العام لا يصح تجاوزها ودي بتشمل جميع المصالح والهيئات والشركات اللي بتحب تاخد مهاجرين من برا بريطانيا
في السنين الأخيرة وبعد تعديل القانون ده في 2008، لأن البوينت بيس سيستم اتولد في 2008 في 27 نوفمبر 2008 ولغى الورك نظام الورك بيرميت القديم وعملوا نظام التير 2 أو البوينت بيس سيستم، النظام المبني على النقاط. ما الفرق بينهما أستاذ عاطف، الورك بيرميت القديم والجديد؟ النظام القديم كان سنجل تير أو وان فيز، مرحلة واحدة. نعم. كان صاحب العمل بيقدم للهوم أوفيس يقول إن هو لقى شخص عاوز يقدم له على ورك بيرميت، وكان الموضوع بيتم كله في ابلكيشن واحد. نعم. كان بسيط وسهل. وكان بسيط وسهل. نعم. وما كانش فيه مواعيد محددة وما كانش فيه كودز محددة. النظام الجديد طبعا بينقسم الى تو فيزز، مرحلتين. المرحله الاولى ان صاحب العمل يحصل على رخصه استيراد. أيوة. عماله من خارج اوروبا اللي هي السبونسر لايسنس او رخصه الكفاله، ان هو يعني الشركه او صاحب العمل الانجليزي ياخد اعتراف من الهوم اوفيس ان البيزنس بتاعه او الكيان بتاعه جيد وبيفهم ايه هي رولز الاميجريشن، فاهم ايه هي الرولز بتاعت الاتش ار الهيومن ريسورسز، وبيدي له رخصه انه يقول له احنا اوكي بنعترف ان انت ليك وجود حقيقي وان انت شخص تراستد. تمام. دي المرحله الاولى ودي صعبه جدا. الهوم اوفيس بيحاول ان هو يقلل اعداد المهاجرين من بره اوروبا. المرحله الثانيه ان صاحب العمل يلاقي او يعني تو ايدنتيفاي او يلاقي مهاجر معين بتنطبق على في الشروط، يعني لازم يكون في سكيل ليفل معين، في مهارات معينه، مهارات معينه وفي الغالب فوق. نعم. فوق الليفل 6 وهي الوظائف المانجرز والمهندسين الاطباء. طبعا في وظائف فيها عجز في بريطانيا زي الكير وزي الانجينيرز، ودي لا تخضع الهندسه. نعم. الهندسه ودي لا تخضع الى الكوت، يعني دي ليها ريلاكسيشن وما فيش شرط الاعلان عن الوظيفه. تمام. النظام القديم كل الكلام ده ما كانش موجود وما كانش فيه كوت، يعني ما كانش فيه كان في كل هذه التعقيدات والإشكاليات، وكانت مرحلة واحدة. نعم. والسكيل ليفل كان أقل، كان ممكن يبقى ليفل 3 NVQ ليفل 3، دلوقتي بقى NVQ ليفل 6. يعني لو صاحب عمل، هدي مثال، عاوز يجيب سيلز اسيستنت أو ماركتينج اكزيكتيف من بره أوروبا ما يقدرش. إنما لو عايز يجيب اكاونتس مانجر أو سيلز مانجر أو ماركتينج مانجر يقدر. طبعا السالري مختلف، السكيلز مختلفة. نعم. الليفل مختلف. yeah. كله مختلف. تمام. فده يمكن بسرعة الفرق. طيب. ما بالنسبة للأطباء يعني أين يمكن أن يقدموا؟ الجود نيوز. نعم. الجود نيوز. إن الأطباء مش هيخضعوا للكوت، لأن الـ NHS الـ National Health Service عندها عجز في الأطباء. عندها عجز حتى في الممرضين والممرضات. طبعا ممرضين وممرضات. نعم. وعندهم عندهم مشاكل بقالها سنين يعني كتير. نعم. ولكن يمكن وزاره الداخليه ضافت لمشاكلهم مشكله جديده. نعم. ان قال لهم مش هنجيب لكم الدكاتره اللي انتوا عاوزينهم. وحتى السيستم نفسه معقد ومبني على طريقه الاعلان عن الوظيفه صعبه جدا. وفي مستشفيات مثلا في مناطق فيها ضغط كبير في ناس محتاجه رعايه صحيه اكتر بيبقى محتاج دكاترة أكتر، وفي مستشفيات مثلا. طيب. في الشمال ما عندهمش ناس فمش محتاج دكاترة كتير. كيف ممكن للطبيب من خارج بريطانيا أن يقدم على هذا التصريح العمل؟ أوكي. بس أغطي النقطة. طب. الأولى، هم شالوا الدكاترة أو يعني طلعوهم برا الكوت، فلا يخضعوا للموضوع الـ 23 ألف إقامة سنويا. أيوة. وده بيفتح الموضوع للـ NHS أو الـ National Service نجيب اي عدد هو بيحتاجه ولا يخضع للكوت. تمام. إذن الباب مفتوح. يس. ازاي بقى الدكتور من بلد زي الهند او بلد زي باكستان ان هو او من اي بلد عربي او بلد عربي زي الاردن. نعم. زي مصر زي. نعم. السعوديه ان هو يجي يعمل في بريطانيا؟ ده سؤال كويس جدا وليه شقين. الشق الاول ان هو يعادل شهادته، وطبعا انا هتكلم بشكل عام، طبعا انا مش دكتور، ولكن. نعم. في امتحان معادله شهاده الطب اسمه البلاب، ولو اجتاز الطبيب الأجنبي هذا الامتحان بيقدر ان هو يسجل مع الجي ام سي الجنرال ميديكال كونسل. أيوة. وبعد كده بيخضع الى التدريب، وفي طريقين، طريق التدريب اللي هو يعني يبقى كونسلتنت وان داي، وفي طريق اللي هو النون روتيشن روت. طبعا يمكن الدكاتره هتفهم اكتر الفرق بين الطريقين، هيفهموا السيستم او النظام. نعم. ولكن
في بعض الأطباء أعتقد الموضوع بينحصر ما بين المتقدم الطبيب والتأمين الصحي. التأمين الصحي بيقدر يحدد هل الشخص ده عنده الكواليفيكيشنز وعنده الخبرة أنه يشتغل معهم ولا لا. تقصد وزارة الصحة؟ وزارة الصحة الجنرال ميديكال كونسل اللي هو المجلس الأعلى للطب والـ NHS الـ National Health Service. تمام. الحصول على التأشيرة هو يمكن مرحلة ثانوية. Once أنه حصل على الوظيفة معناها ان هم اطمنوا ان هو عنده الكواليفيكيشنز المطلوبه. الهوم اوفيس في الغالب ما بيسالش الطبيب ايه الكواليفيكيشنز بتاعته وانس ان هو عنده السي او اس او عنده الجوب اوفر من الان اتش اس. هذه اهم نقطه, شهاده الكفاله. ايضا اسال, يعني هناك مواقع خاصه للاعلانات عن الوظائف خصوصا مع وزاره الصحه. الاعلان بشكل مباشر, الان اتش اس بيعلن عن موقعه لحاجتهم للاطباء. الان اتش اس مقسمه الى تراستس او يعني مستشفيات في كل مكان, فبيبقى في سنترال ويب سايت وفي كل تراست بتعلن عن حاجتها, وفي ريكروتمنت ايجنسيز برضو المكاتب التوظيف. يس, فكل المعلومات ايضا للخاص ولا العام هذه يعني تعتبر؟ لا طبعا لو في طبيب جاي لانه يشتغل في برايفت كلينيك, ايوه كلينيك يعني عياده خاصه, ده بيخضع للكود. الريستريكشن بس في العدد اتشال للناس اللي جايين التامين الصحي. أيوة. عشان يوفي احتياجات التأمين الصحي, يغطي طبعا المستشفيات, ودي برضو استجابة لطلبات الستيك هولدرز. يعني التأمين الصحي من أكبر المؤسسات هنا وعندهم مشاكل, ودي من كانت أكبر مشاكلهم. وللأسف الـ HR أو اللي هي الـ Human Resources في NHS they struggled for so many years, يعني عانوا ان هم يفهموا قوانين الهوم اوفيس اللي هي بيتم تعديلها كل كم شهر. كل مره فعلا هي معقده. دكتور النصيحه, استاذ سميتك دكتور, بالنسبه للدكاتره في نصيحه لهم استاذ عاطف؟ نصيحه عامه في تقديمهم لهذا التصريح. يمكن يعني الحاجه المهمه لو بيتم يعني مساعده للطبيب من الـ NHS يتاكد ان الشخص اللي في الهيومن ريسورسز او اللي في الشؤون العاملين فاهم الاميجريشن, لان احيانا بنشوف ان الرفض بسبب ان الموظف اللي في التامين الصحي غير ملم بشكل كامل بالتامين بشروط الاميجريشن, او لسه متعين جديد مش فاهم ايه هي الشروط. فبيورط والطبيب بيعتمد على صاحب العمل ان هو فاهم, فبيحصل رفض لاسباب بسيطه. يحتاج لمحامي هنا. طب الاطباء طبعا ناس ذو مهارات عاليه بيتكلموا لغه انجليزيه, فيقدر ان هو يشوف المعلومات, ولكن لو احتاج محامي او طبعا ده موجود. طيب احنا طبعا نتمنى أن تكون دائما في فرص, هكذا فرص تفتح أو تفتح المجالات لكثير من الوظائف ليس فقط. يمكن بعد الخروج من أوروبا هيحصل تغيير, وده الناس كثيرة بتتوقعه أن بريطانيا هتضطر أن هي تواجه أو تتغلب على العجز اللي هيحصل, وأن هي تبدأ تجيب عاملين أو يعني من خارج بريطانيا, بالذات في مجال الفاينانشلز, في مجال التنمية البشرية, في مجال الطب, في مجال الهندسة. يعني المهندس الأسباني يمكن هيفكر مرتين قبل ما يجي بريطانيا. يمكن الفاينانشال إكسبرت الفرنسي هيفكر مرتين, يمكن الاي تي إكسبرت من إيطاليا. فيمكن ده هيعمل ريلاكسيشن شوية, ويمكن العدد 23,000 تأشيرة يتم زيادتها. رب ضارة النافعة كما يقال. أستاذ عاطف المراكبي محامي ومستشار القانوني, وصلنا طبعا لنهاية الحلقة. شكرا لك لكل هذه المعلومات. للتواصل معك طبعا Good Advice UK إن شاء الله يتواصل معكم على الأرقام الموجودة على الشاشة وعلى موقع أيضا المحامي عاطف المراكبي. نلتقي فيك في حلقات قادمة إن شاء الله في مواضيع أخرى. شكرا لحسن المتابعة مشاهدينا الكرام, كان على عبر صفحة الحوار على الفيسبوك أو على عبر الاتصال أو المشاهدة على اليوتيوب. ملتقانا يتجدد الخميس القادم بإذن الله. انتظرونا, هذه تحية مني ومن فريق العمل, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. شكرا.